قال عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد ذنبا فقال: رب اغفر لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لك. قال: ثم أذنب ذنبا آخر، وين يروح؟ الله، ما فيه إلا ربك. قال: فقال: رب اغفر لي. قال الله في الثانية: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. اسمع الأعجب. الثالثة: قال: ثم أذنب ثالثة فقال: رب اغفر لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. يا الله، هذا ربكم يدعوكم لتأتوا إليه وتقتربوا منه. هذا الحديث ليس مدعاة للتساهل المعصية، لا، وإنما هي غلبة النفس وشهوة الإنسان، لكنه فر إلى الذي فر منه، فر إلى الله.